أمير المجون مدرب فريق لايز جيل جمعية ديال جرادة لمدة هذا العام الرابع. فبالنسبة نطرق لواحد المسألة مهمة، أن بحكم يعني التدريب اللي ما كانتش في البداية ديالها بحكم هذه الاحترازات الصحية اللي اندارت، يعني حتى الملعب ما تفتحش لينا حتى بعد مرور واحد يعني بقات 15 يوم او 10 ايام لانطلاق البطوله. ولكن رغم ذلك كنحاولوا مع اللاعبين ومع المكتب المسير اللي كنشكروه في هذه المناسبه اللي واقف على كل صغيره وكبيره، كنحاولوا نلعبوا ماتش بار ماتش والحمد لله ربي وفقنا لهذا الشيء اللي رحنا فيه لحد الساعه. ونتمنوا ان كل ما يورغان في هذا لاكسيسيون ان شاء الله ديال جمعيه جراده، كما الح ونداء الى السلطات. اظن ان جمعيه جراده فريق لاكرياسيون ديالو في 1937 والان انه في الطريق الصحيح، واظن ان حان الوقت لتكاتف جميع الظروف خاصه المساله الماديه. فالفريق بحاجه الى مساله ماديه حتى اللاعبين تقدر تهيئهم في ظروف جيده لمواكبه مسار البطوله اللي غتكون شاقه وشاقه جدا، لان عندنا ديبلاسمون صراحه اللي شويه طوال وكيطلبوا لنا مجهود مادي. نتمنى ان الكل شيء يساهم في هاد النتائج اللي راها بدات ايجابيه، واهم شيء هي الاستمراريه. نظن الا ما كانش استمراريه بحال هادشي كاع اللي بنيناه دابا في هاد الشهر ولا، فهادي يكون هباء منثورا. نتمنى ان هاد النداء يلقى اذان صاغيه. السلام عليكم، معك كريش سعيد، لاعب تاع الجمعيه الرياضيه الجراده يسجل 1937. صافي 14 عام هادي وانا نلعب مع الجمعيه، وكي كتلاحظوا هادي ثلاثه المواسم ولا اربعه منذ السقوط ديالنا من قسم الهوات، عندنا دراري في المستوى كنلعبوا دائما على الصعود، الا ان هذا الحلم هذا مازال ما كتبلوش انه يتحقق، رغم ان عندنا واحد الدراري واحد الكتيبه في المستوى تقنيا بشهاده الجامع بشهاده الفرق اللي كتمارس معنا، الا انه دائما كيبقى الحاجز المادي هو العائق اللي كيحول دون اننا نطلعوا مره اخرى الى قسم الهوات. كنجدوا السلطه المحليه مسؤولين على هذا القطاع بالمدينه لانهم يحاولوا ما امكن انهم يوفروا لنا ولو المينيموم من الامكانيات باش اننا نقدروا نتساواو في الامكانيات مع الفرق اللي كتطلع كل عام. كنشكروا المكتب المسير على المجهودات الجباره اللي كيقوم بها كل سنه على الرغم من ندرتها، لدرجه اننا وصل المكتب المسير انه يقوم بمجموعه من الممارسات اللي حشومه كاع نقولوها. ملي كتوصل ان فرقه في هذا المستوى وبهذا النيفو هذا وبهذا الدراري هذا وبهذا الستاف هذا نوصلوا قضية تاع الطلبة، يعني هذه مسألة تحز في النفس. إذا كنا باغيين نلعبوا كرة القدم، فكرة القدم كتستدعي لو مينيموم تاع المسائل. إذا كنا غادي نلعبوا حاجة أخرى فما كاينلاش أننا كرة القدم كتبغي مجموعة ديال الأمور، بنية تحتية عندنا في المستوى هنا بالمدينة، كينقصنا واحد شوية تاع الدعم المعنوي باش إن شاء الله نحققوا هذا الحلم ديال الصعود. الكاتب العام للجمعية الرياضية لجرادة كرة القدم أي إس جي 1937، والناطق الرسمي باسم المكتب المسير ديالها. الجمعية الرياضية لجرادة كرة القدم اي اس جي 1937 الاسم ديالها يدل على تاريخ التأسيس ديالها واللي تزامن التأسيس ديالها مع النشاط المنجمي في البداية ديالو في مدينة جرادة لاستغلال ديال المفاهيم. جمعية جرادة منذ ذلك التاريخ وهي تمارس بعصبة الشرق لكرة القدم، لا سواء قبل الاستقلال أو بعده. بطبيعة الحال في هذا المسار ولا في هذا التاريخ الجمعية الرياضية استطاعت أنها تصعد لسنتين متتاليتين في أواخر سنوات العقد ديال الثمانينات، يعني 88 87 88 و88 89 صعدت القسم الوطني الثاني باء ومن بعد القسم الوطني الثاني الف، وجلست في هذا القسم لسنه ومن بعد ذلك نزلت حتى لغايه سنه 2013 ولا سنه 2012 الموسم 2012-2013 تمكنت من العوده عبر مباراه السد ضد حسنيه قرسيف باش تولي القسم ديال الهوات، ولكن مكتت به واحد ثلاث سنوات ومن بعد نزلت القسم الشرفي ومارست بالقسم الوطني الثاني القسم الثاني والقسم الاول، والان رحنا في القسم الممتاز. طبيعة الحال نشارف القرن ديال 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 الزمن 100 سنه، وطبيعة الحال الجمعيه ولا الفريق الكروي
الرياضي ديالها مازال مستمر في الممارسة ديالو، وعنده مجموعة ديال الفئات، فئة كبار، فئة شبان، فئة فتيان وفئة صغار. وبالتالي المراد ديال الجمعية والهدف ديالها هو أنها تصعد للقسم ديال الهوات، باش أنها لأن الفريق كما كيدل الترتيب ديالو الحالي، ولا كذلك الانتصار ديالو في الشوط الأول في هذه المقابلة اللي كتجمع ضد نظيره الاتحاد الرياضي لأيتبو عياش في هذه الجولة الرابعة برسم الموسم الكروي ديال 2020-2021 القسم الممتاز في البطولة ديالو، كتدل على أنه فريق يعني طموح، فريق كيرغب فاش أنه يصعد وكيحتل المرتبة الأولى. ولكن الفريق حاليا يمارس بميزانية مالية صفرية، وبطبيعة الحال بهذه المناسبة كنوجه واحد النداء للمسؤولين على الشأن الكروي ولا الشأن الرياضي في المدينة، على أساس باش أنهم يتم الإفراج على المنح اللي مخصصة للجمعيات الرياضية باش يقدر الفريق يواكب هذا الإنجاز ديال الاحتلال ديال الصدارة، لأنه حتى الرياضة راها رافعة للتنمية بالإقليم أو بالمدينة، وبالتالي لا بد من التفاتة تجاه هذا الفريق. وفي نفس الوقت كنشكروا جميع من كيدعم ويساند الفريق من كل باسمه وكل من موقعه، سواء كان شخص ذاتي أو شخص معنوي، يعني كاين واحد تجاوب مع هذا الفريق في الدعم دياله المالي، واللي حاليا أن اللاعبين عندهم المنح ديالهم ديال الانتصارات في المقابلات، عندهم يعني موفرين لهم جميع الامكانيات، ولكن في غياب يعني باش ما يتفهمش بان راه عندنا المال، ولكن بفضل هاد الناس اللي شكرتهم انهم واقفين معنا وكنشكروهم. ومن هذا المنبر عبر جريده العالم الالكترونيه اللي كنتوجهوا للاخ عياد الزعر كصحفي اللي جا هذا النهار باش يحضر معنا ويشوف، لان السي عياد الزعر اكيد انه ساهم في التذاكر الافتراضيه، في الاقتناء ديال التذاكر الافتراضيه، وتالم كثيرا على هذه الوضعيه. الدافع اللي خلاه انه يجي ويحضر معنا هذه المقابله ويشوف كيفاش كنسيروا المقابله في جميع الاجواء ديالها. وشكرا مره اخرى لجريده العالم الالكترونيه، وشكرا لكل الصحفيين وكل المصورين الفوتوغرافيين اللي حاضرين معنا هنايا، وشكرا مره اخرى.